رمز من رموز المرأة، السيدة عواطف رئيسة جمعية صدى المرأة ببروكسل. مرحبا بك على قناة أخبار الفجر. مرحبا بك يا عزيزتي، وشكرا على الحوار، شكرا على الاستضافة ديالي عندك أول مرة. أنا سعيدة جدا بلقائك. شكرا. سيدة عواطف، المرأة المغربية التي تذكرنا بالزمن الجميل، زمن الأثير النسائي على الإذاعة المغربية، هل السيدة عواطف عادت بنا إلى السيدة ليلى، أيقونة الإذاعة الوطنية، لأننا نرى فيها كل مواصفات السيدة ليلى، حضورا وأداء وصوتا وجمالا في الخلق والخلق. والله سيدتي ألبستني عباية الخجل، ذكرتني بإنسانة جوهرة نادرة، امرأة ماذا سأقول عنها، هي أكبر من كل العبارات ومن كل الحروف، وهذا شرف لي باش نكون أنا ذكرتكم هذه السيدة الجوهرة النادرة السيدة ليلى. والله العظيم أنا تفاجأت منكم اليوم، لأن هذا الكلام ماشي أول مرة كنسمعه، عدة مرات جبرته في التعليقات، يعني كنحط مقتطفات الصباح وكيقولوا لي ذكرتني بالسيدة ليلى، الأيام الجميلة والأيام الزمن الذهبي. فشكرا ربي، شكرا، وشكرا لكم على هذا اللقب، وشكرا على هذا الشبيع الجميل، هو مفخرة بالنسبة لي، وأنا ما يمكنليش نتفضل حداك ديك الإنسانة صراحة هي هذه، ولكن فرحانة وعندي الاعتزاز والشرف اللي قدرت نذكر فيها الأحباب اللي كيحبوها، وقدرت نذكر فيها الجماهير اللي كانوا كيستمتعوا وكيسمعوا البرامج ديالها الأكثر من رائعة. سيدة عواطف، أنت رمز للصمود والاجتهاد والتحدي، كل مغاربة بروكسل يشهدون لك بالعمل، فعلا أنت صدى حقيقي للمرأة، ومن صداك ولد صدى المرأة، لماذا هذا الاسم الجميل والدام؟ عزيزتي شكرا على هذا الكلام الجميل. بالنسبة لي كنهتز بهذه الشهادة من عند الحباب، سواء من قريب أو من بعيد، فعلا أنا سامعتني الظروف والقسوة والحرمان، جعلت مني أن أتفكر وأتدبر وأكون محبة للتأمل، هو اللي يجعلني نكون أنا المرأة التي أريد. ما هو العمق الحقيقي لهذا العمل الكبير الذي تسهر عليه عواطف وتكافح من أجله؟ أنا بالنسبة لي جئت لهذه الحياة مهمتي أن أزكي نفسي وأن أؤدي رسالتي، وكلنا ملزمين بهذه الرسالة، لكن للأسف هناك نوعان من البشر، هناك نوع عديم القدرة وهناك نوع آخر عديم الرغبة. سيدة عواطف، كلمة أخيرة، ماذا يمكن أن تقولي لكل نساء بلجيكا ومن يتابعك من عالم حواء هنا وهنا؟ أنا همي الواحد هو المرأة، لأنني أحب المرأة وأغار على المرأة وأغضب من المرأة. أنا أقول للمرأة تكون مفتخرة وتعطي اللقب من نفسها أجمل لقب، وهو اللي كان مفتخر به أنا نفسي، أنا كنت أقول عواطف مربية بيت فقط، رغم أنني عمري ما كنت فقط مربية البيت، لأني هي مربية البيت عندها واحد العمق في الكلمة والمعنى. والمعنى ما معنى ربة البيت؟ ربة البيت باش تكون كتلعب الدور ديال الأم، والدور ديال الزوجة، والدور ديال الصديقة، والدور ديال الموظفة. إلا تكلمنا على الوظيفة، ماشي ضروري حتى نخرج للشارع عاد أقول أنا عملت، يمكن لي نعمل العمل وندخل منه الفلوس وأنا في داري، وهذا الجيل اللي تربيت أنا فيه، خصوصا العائلة ديالي. العائلة ديالي ما شاء الله النساء كانوا كلهم كانوا بيوت، نساء البيوت يعني ربات بيوت، ولكن كيخدموا، اللي كتخيط، اللي كتعمل الصوب، اللي كتعمل الدار، اللي كل وحده شنو كتعمل، يعني المدخول داخل والمساعدة للزوج ديالو ومساعدة لوليداتها. نلاحظ ان هذا الشيء افتقدناه في هذا الوقت من 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 الزمن، افتقدنا المرأة اللي كتعمل الصوف، اللي كت يعني ربات البيت، ولات مقتصرة غير على الكوزينة بدون واللي كنلاحظ في هذه الجمعية النسائية انكم تتساعدوا هذه النشاطات كالخياطة والرسم والغناء كما شفنا غادي يكون اليوم، شنو تحبي تقولي من هذه الأنشطة هذه؟ أنا اللي كنقول أنا ضد هذه الفكرة باللي فقدنا، لأن الإنسان كيخصو يبحث،
الا ما طرحتيش السؤال ما غاديش تجبر تجاوب، والا ما بحثتيش ما غاديش تلقى العنوان. الوغ اذا الانسان خاصو يطرح السؤال باش يجبر الجواب، والجواب عندي الحمد لله، عندي نساء ما شاء الله عليهم مربية البيت وكيشتغلوا وكيأديوا الدور ديالهم الاجتماعي في هذه الحياة. صدى المرأة بالنسبة لي بديت معها يعني كجمعية تقريبا منذ تأسيسها والاعتراف بها، ولكن كورشة كنا من الضيوف بحالنا بحال بزاف العديد ديال العضوات من بعد. والحمد لله يعني صدى المرأة بالنسبة لي هي واحد الورشة، واحد الأسرة ثانية كتعودني يعني على الأسرة ديالي في المهجر اللي ربما ما حلتناش الحب أننا نكونوا يعني مجموعين كلها. سبحان الله كيفاش الأقدر جعلته يسكنوا ولا يقيم في واحد الدولة. ملي جيت صدى المرأة حتى أنا كجيت يعني واحد الإنسانة جيت كنحضر كحضور وكيعجبني الحال، يعني كيعجبني الحال بزاف. كنت كنحضر واحد المرة في الشهر وكن كيعجبني الحال صراحة بزاف، كن كيعجبني الحال. صدى المرأة هو المكان اللي ارتحت فيه بزاف، المكان اللي تعلمت فيه الجرأة، لأن كان دائما عندي تخوف أني نوقف أمام الناس أن نتكلم نعبر. فصدى المرأة أعطتني واحد الفرصة، هذه الفرصة يعني ثمينة، أني نتعلم نتجرأ أني نوقف حق الناس أن نتكلم معاهم نعبر. لان انا اول مره اشترك في خارج الجمعيه المصريه مع السلك الدبلوماسي مع السفيره مصر، انا عضو جمعيه سيدات مصر في بلجيكا، بس احنا ما بنتكلمش في السياسه ولا في الدين، وهي مختصر على مصريين بس. نعم. فانا فخوره جدا دلوقتي ان انبسطت رحت يعني مع اخواتي المغاربه الثقافه. لا تشعرين بالاختلاف؟ نو نو لا لا، انا حاسه اني في اسرتي. نعم. في وسعتي حاجه. نعم. جميله جدا وانا مبسوطه معاهم قوي وفخوره. انا كنت تعبانه النهارده لكن والله العظيم اول ما يعني ما رحت عواطف رحت قايمه على طول من السيد قلت لها انا جايه. احنا اللي جميل في هذه الجمعيه هذه هي كل مراه كتجي عندنا كتقدم شي شيء جميل عندها، دونك ان باستون ان اوبي كوم كتقدر تقدم عندها ثقافه ديالها، اداب، فن، شعر، كتابة، هاد الأشياء هادي الجميلة الثقافية كتجتمع كلها هنا في هاد الايسبيرغ هادي في هاد الجمعية هادي، وكل واحدة كتكمل الأخرى، يعني كل واحدة كتجيب الفكرة ديالها باش تفيد الأخرى.